فإذا في توازن في الصفات الإلهية. إذا ممكن توضح لنا أكثر دكتور بولوس عن فكرة هذا التصارع اللي بتتكلم عنه، أو هذا التمييز يعني بين أنه أنا بعكس الحب الإلهي وبنفس الوقت لا تتناقض ولا تتعارض أو تتصارع مع الصفة اللي أنا بأذني، يعني الله مش بناقض نفسه. تمام. المشكلة عندنا إن إحنا مرات بنفهم الله بالمفهوم البشري، مش بنفهم الله بالمفهوم الإلهي الذي أعلن الله عن نفسه. الله يريد أن يكون معروف، وعندما نعرف الله نقدر نعرف إزاي نتعامل مع الله. المشكلة بتاعتنا إن إحنا حطينا الصفات الإنسانية اللي إحنا بنعيش بيها على صفة الله، على شخص الله، وتعاملنا مع الله بناء على هذه الصفات، فتخيلنا إنه هو زينا. علشان كده إذا أنا قريت حاجة جزء في الكتاب المقدس وما شفتش فيه محبة الله، أنا ما فهمتش. إذا الله تعامل معي أو أنا مريت بظروف معينة في حياتي والظروف دي ما ورتنيش محبة الله أو شفت أن الله ما بيحبنيش فيها، أنا ما فهمتش. الله لا يتغير، المشاعر تتغير، لكن لما نتكلم عن صفة الله إحنا مش بنتكلم عن مشاعر، لكن بنتكلم عن شخصية متزنة صفاتها صفة الله لا تتغير، وصفته صفة الحب يخضع ليها المشاعر. بمعنى أنه بالنسبة للإنسان المشاعر هي التي تنتج الحب، الله الحب هو الذي ينتج تعاملاته مع البشر، وده فرق كبير خالص. إذا ممكن توضح لنا بس، لأنه الجملة اللي ذكرتها التعامل سواء من طريقة بشرية أو من طريقة إلهية، توضح الفكرة أكثر دكتور بولوس. خليني أوضح هذا الأمر. أنا بحب فلان لأن فلان بصراحة يتحب، صنع هذا الأمر معي وعمل كده وعمل كده وعمل كده، دي حاجة. الحاجة الثانية أنا في حالة اتزان نفسي بسبب الظروف المحيطة بيا، فأنا متزن نفسيا عشان كده أقدر إن أنا أحب اللي حواليا. لكن هذا الحب هو حب متغير بحسب الظروف وبحسب الردود أفعال الناس اللي أمامي. ده بالنسبة لي أنا كشخص، لكن بالنسبة لله هو يحب سواء الظروف بالنسبة لي أنا كويسة مواتية غير مواتية، هو يحب. أنا إنسان صالح أنا أفعل صلاح، أو إن أنا إنسان في الخطية، هو يحب، لأنه الحب عنده كصفة شخصية تنبع حب للكل في كل الوقت، لا تتوقف على الظروف، لذلك هي صفة غير متغيرة.